مشاهدينا الأكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإليكم كمان برنامج السخافي ينفني ينفاك، فده برنامج رقم 10 و2. فأكيد كثير من المشاهدين حاليا قاعدين قدام تلفزيون هناهم، وقاعدين كمان برجو بصبر أيوب عشان أبلغوا كمان برنامجهم ينفاني ينفاك. وعنينا خلاص وصلنا وصلنا يا سلام. ألو ده مالوك ذكر ده أنا دبي بس يا سلام ألو وي ذكر ده أنا دبي قوي دبي تمام إن شاء الله. سمع في إطار برنامجنا ينفاني ينفاك يا عليك توا اليوم ما عندك لنا شيء البنادو بفرنسي أفانغو أو كمان بعرب كمان بقول لي دور الدف. الله أكبر. حتى قبل نندسو في إبيزود رقم 10 يا سلام لكل المشاهدين ولا مشاهدات إن شاء الله. أيوة دور الدف ده عندنا وايد. دور الدف هكذا تقيل هاي كده. نعم لازم البيت في الجراج. أيوة هو كده قايم جارد. نعم بيت في الجراج وقايا يعلم قال تردو. أيوة في هيلي بس جلو بس قال تردون قال تردو ده. نعم نايم ده اللي قايم كده فرض في هيلي بس هو جاري هرجع كيكني في نوم بستر. نعم مو قال قايم كيكني ده خلاص وتير ودي ما تاكسي ودي يجو ترني اير. ايوه في جراج يجو جارير. نعم جا شغل 24 ماس اينر جاز في اللي من نار بجو مو سو سو. ايوه ويا مال الوتير دي ترد ده. نعم وي مفكين انا جاي شبي الوتير دي ولا لو فارب الجاي جارير هو في بيت في جراج. نعم جنب خاطبه وتير رو فات. ايوه جنب المرض جاي هو ترى. ايوه الناس بدور دور فات. نعم فجم كرجا غرق مفكره هي انا شغل دي اللي بترا. نعم ما والله خلينا قبل بيتي. ايوه قبل بيتي. ايوه هاي قال انا ما يجيب التاكسي قرا شنو سوا غير ده دافيلي بس دافا. خلاص دافيلي ولا توري نادم ولا شو ولا توري نادم خلينا نكنك توري عم بينا نفس ينفني ينفني ينفاك. برنامج خاص من التليكات الموضوع الثاني نهج فوقه في اطار برنامجنا ينفني ينفاك كمان في وقت الخريف، لان الخريف ذاته كل مرات لان عنده سلبيات وعنده كمان ايجابيات. وي يعني بتلقى بعض من الناس وقت الخريف ده بتلقى عندهم مشكله مره واحده. هاي ترى خريف هل ما عندك لنا قصه كيف في خريف؟ ها جاي ولا؟ ايوه اي اسمه خريف. نعم فكرني خريف يا اخي. ايوه لا حول الله. نعم شفت يوم الخريف المصب وتبارك يوم ذاك شفت البلبوط كله بلتك بلتك في البلد معنا هود كل في اسمه نادي كوكو كل في ادو الماء لابد ايوه دوري ولد خلاص. نعم اللي جوك 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 انا عارف انه ماشي بس شافوا مكان ده الماء برد وبر. ايوه قال يا اخي اسمه ده بس مكان البروفيتين بول شوف خريف بول فقط ضرب الناس قال دبروا الماء دي الناس جاي في دور الماء يجري لهم هي تقولوا ام باكر بول ده ما جاي افانو. ايوه ما خدت اقوله سموكي كيف نار ده سلم دوري بول بيتول بس فكتينا قام كم بال بال اي بس ور فكر كي قال بول بتول ما سمع. نعم خلينا نقول تيتي كمله عشان ما كان الناس شافوا يقولوا ان بال بتول وبول رش لو بيجي ما قاعد تيت وتعرف كان قاعد تيت ما بكان واي يقولوا راح الله يخليك طب كمل بول بس شيك شكله كان ما في نادم ما في بس حفت بو بنت فز. ايوه الله واي ابو رجالي هي فز عن جم هاي. نعم بس كوكو دول سيمون ارن ده فز بوت بس ايه 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 ايوه ها وانا فزت في نفسي ولا ايف نشن ايف ولا دمكم يا يعني هو قاعد يسخن بيسو ايف 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 كوك اول سقطه. ايوه اول سقطه قال له بالكم من سيميو يوم الفصل. ايوه مرق قبل. نعم ايف ايف ماشي قدام كل كوك ايف قال سكت من قال يسكت. ايوه كان قد مري ماشي بس نعم ايف ايف. ايوه قال خلاص ايف ايف ولا ما ايف. ايوه يشوفكم ده يا سلام علي يقول ينفني ينفك ينفني ينفك وي ينفني ينفك يا سلام. فده كذلك يعني موضوع رقم 2 وي ولا موضوع كذلك على حسب انت يعني بعالج خديها يا وي. ايوه قالك ما شفت بول دقات شفنا الله يخليك وكان ينفر ما مات مرق من الله جلدك. الله يخليك. نعم ومر من جلدك ما تم تودي مكان اللي يمشي ما خش ندرب الناس بس تم تقول. ايوه بابا لان بعد من الناس أيه. حتى ما بس في المؤسسات وي. لان تلقى بكان مبني عديل وخلاص وايد تلقى سواء يقنقص او كمان واقف بتوله بس يبول
ولا ما كويس؟ ندس لك مرز قسوة. الله يخليك. مرز قسوة فيها صغير. زيد علينا فوق. في اسمه شنو؟ في نادلة. أيوة. في شين. نعم. أمريكان وايد قاعد يدور يبول. فتشبك أنا. هذا جيت مات تاولت 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 قاعد فزت تواليت بالي نعم. بس ما لقى تواليت ده. شنو هو وين هرق التال؟ ودا 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 بيد وايد. بروب. نعم. قاعد بدور در الدهر أقول. أيوة. أقول ما فكر قاعد اللي تسوي. تسسيا نعم. قال له قاليني بس ايوه شوف بال بس قال له قال قال هنا وين هو قال شوف فوق درابوا بداخل انك شابك تاري ام بس انا دازري بال بدر در ما عنده خبر ما مشكله ده يا يرجع يا يرجع قال يا سلام ما لما بقول في دارك ايوه مشاهدين ومشاهدات الكرام انا تلك حتى وبذات وشاك برنامج يا فني انفاك فنتمنى كمان ان شاء الله الموضوع اللي قبل شيء كان هجينا فوق ده بس. خلي الناس بيشولوا بعين الاعتبار بس. لان اذا كان زول عندك ماشي ورا بيت او كمان ماشي تبول او كمان تسي على كل حال بس الناس بس على كل حال فالموضوع الاخر كمان مشكله انا الجداد هاي جداد بس جرادك يكور في الله يخليك ايوه قدر شيء ايوه هلا قلنا باللبس اللبس ولا بس انا جند نعم ده بتجروا مني ما يروني نعم ايوه اذا انا المذكر الثاني ما تبي التقوب البعض شفت جدتها ايوه ده ما انا دول نعم يوم دي رفقتي 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 واي جاي ربي جدت جدت الرب ديك مشي والله ده توي اي ده كبير مره ايوه والله ده شيء ده شيء نعم ديك ديك ظابط خلاص جاي فاتي ديك ده ديك مره في البيت هسوا 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 ده مش اللي قاعد ديك في عليه في جنب البار كل دل في سبن قال سبن قال دل في قشم بار ايوه وقاي هاوك بكان اللي يمشي كل ما يعرف قشم دار نادي مو كان قاي كور دور يقر بودك داس بير نعم بير ال بير دي تير اي بير دي تير ده عشان داس هو اكله اي شغل ديس ما اها داس في جنبات ده داس في جنبات جنبات اي زغلك او قاي شغلان بكان اخر دود اكله ايوه بير اخر مالك جاي اللي قاي جرات بس داس فوق في جنبات زغلك قلت اجلي ما ياكل ايل بلبود الاشياء انك هبيت بدي ياكل اي جرد اي زكل ماكر نعم جاي كيك زياده من 3 ساعات وده قال يا خي اسمع يا خي شغل ما ينكري هو ده علم ده مكان الدخل هو ذات قال لي فواسو نبا كي قال شي كي جاي جرد واي تشك 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 كت 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 جاي بس قال الله اكبر قال لي شغل نالي مالي قال لي شغل الدنيا جرينا ايوه تعرض ما ديك دكان شفت ياك ما يقوم ما يقوم في التراب يقوم والله يا اخي يقوم ما ديك دي يلا هاي 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 بس سب سب ديك سب كرب ايوه شاف كرب ديك دي رفاك قال لي انا تروا كيلو قال ولا ايوه انت بس قال مش شقاق من اللي بولي لك يا مكان هذا كثر جيتني ده ايوه جيتني ده نعم ده ما قال لي بس كتب لك هلا بكتب لك دبا جدا دبي بشيش تشاء المهامي مال تم مال تم مال تسبب بينوس الراس ده شاف انكون عليك ما معروف انكون سيد يا غانا قرد وايني ولا شغل واي نعم خاطب بينوس شال الراس اللي جرد داس في في اسمه شنو جنبات هكذا نعم. وزغله في علمي وتعرف كفر ده كفر ده أيوة. ما ادري تمس ده جاي كفر ده جاي جرس جرد جاي سي كبير ايوه تشي جرد برم ورد رد رد بتفرفط جرد سيفي خلت شوف انا ودول جاي مصب برج نعم. ترى دخل في بلانجي في علمي ماشي اسد ايوه قبل شريف قد 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 يا من ترى جرد خد مالك نقول جرد اللي جيني جا قبل جاي نعم في قبلنا القبل جاي ده شيء قصد الجراد فاتش كي مالي في جراد في البلين جبت شافا نار واقع يا غاي أسمع سلام لك انت جدد واي ما جفت بين قتال قدم جاو غاي انكرا قال فاتش جراد قال هي كان فاتش جراد يا غاي قال شفت سوف هناك ايوه لا جراد انا سوف انا جراد سوف المدفق انا شفت جاي من هناك بجراد سوا كيك بسوف سوا كيك حتى تدفقين ايوه وفرنسي في قلب هناك جاي امه شفت جاي دوق التمتم ايوه جداد نعم نادى شاف كيك والله جداد ادم ماين انا بس بيت عنده المي بيت عنده شنو كله خلو كله قاعد بس يجي برد بقى بدي يبرد في بار لا ما شوف شوف ده صب في ليه قال او قال لي انت قاعدين ايوه اور زيدك جه شال شوفك بات كان بي بيت ما تعرف برد قبل بيت بلا لا بس قبل بسلمك ده كان ما كسكوري يعني اذكر قبل كسكوري قال قبل كسكوري قبل كسكوري يا فني يا فاك يا فني يا فاك نشكر كمان كل المشاهدين اللي دائما قاعدين بيتابعوا معنا ان شاء الله وبذات للناس اللي بيربوا جدار اي ربا بنت بس انا فاش علي فكر يا رب فارقه شمبار دي يوم يقوم يا سلام سمع الدور ده كمان نهجه في وقت في زمان يعني مثلا
الجريف ما في في انيفرسيتي دول أي. لكن في الاونه الاخيره فالحمد لله الحكومه بذلت جهودها بي. جابت الوتاير اللي هم اللبيس الطوال ده خلاص الاتيديان دول ده بركبوا فوق سوهم بيجوا جلقانين الله يخليك هل ما عندك قصه صغير كيف في الاتيديان اللي بركبوا جيت قاعد قصه ايوه يوم قبال ما ديمقراطيه جت ايوه نعم اول ايوه ما قرف ما في ايوه قرف ما في قصيت قرف دكود تاع ايوه خلاص تاع ده يلا قال ما يبقى اتديان اول دول قال والله ما يبقى انا اتديان ما اسمه شنو اللي غدو كما يقرونه ما ينتب اسمه انسيان انا دول جوز والله ما نقرا نقول والله نقول بشاد نعم رسول الله تاعنا اس بي سكرتير برفي قال امشي قال لغوت ده قرب جو اتديان كان شيف نياتو تمام كبرت انا سكرتير جو دخل بتمام كيك 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 الكربده يصير الكارتا انت دي هذا ايوه يصير الكارتا الكارتا انا ما عندي جكندي نعم ايوه عندي جكندي جكندي في كارتا الكارتا انا دي نعم يقول لك يا انت امشي انت امشي كيف بتقول خرش خرش كرتو ناس كم قال يا هاي شغل ده ما كرنا نادم كل نادم كل ما كرتو قال والله الناس نكرون لا كل الناس انا غازون بس ايوه عشان انت قالوا قال الفنانين ايوه كرتا انا كل عندي جكندي قال تبعزمهم كرمو انت بتاع روما خلاص اذكر روما الام اوكي زمرا نعم كرت انا جندير داو يوم اللي كرمو ايوه اه في دهن نعم كان غريب يا سلام غريب ما نعم قال لي فكر لي غريب قال لي فكروا فلعنا يعني وبذات للايتيديان لما مثلا يعني حتى في الاونه الاخيره اذا كان بس بيس انا ماشي توالي بس هم يزروا نادم او من يبزخوا لنادم فلا فنتمنى واه نقم لواي بان الله يخليك كان نادم مستمعين جاي مشاهدين جاي ياكلوا يسامون ايوه نقم بان وفرين شوفير دي كرمي فرين ايوه نعم بنارم بيجي لي كرمي في كل ايوه شوفير ديمار ايوه قال والله نقم لي لازم انت ديمار ينفني ينفك فنتمنى كمان ان شاء الله من الاتيدان لان هم بس مستقبل انا عم باكر فاذا كان قاعدين بيسووا الاشياء ما بتليق في المجتمع يعني ما عدل فنتمنى كمان ان شاء الله لكل المشاهدين الحاليا قاعدين بيتابعوا معنا باقي لنا اثنين وبعد كمان ان شاء الله نقول باي باي للمشاهدين وي. وقت البكالوريا اذا كان تشوف الاتيديان الالف مثلا كوقت القايد يبريباري الباك ده أي. وتعبان يمشي مرات وادين لحد بروك في لام وارين زمان يجدي بلام وايه في قرآن وادين ده بقر قرآن وادين ده ياسين يا غور كل دو ودول ايوه انا انجليز كل دو بيبل دول كل حمام كله ما خلو نعم والله وايك ايوه في تويتر بس نعم انا هناك دي ماشي يوم يوم الصام رمضان يوم الريزلتار ايوه بوك باكس خلاص نعم رزلتار يوم يوم الكده يوم الصام رمضان ايوه شال توب بس نويت رمضان مش لا هسه قاعدين فوق فات يوم قاعد اشوف الريزلتار افش في دردر بيني يا يلا ابي نعم اسمك بهذا تشوف اسمك بيبي تشيف بي 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 اسمك بيسي تشيف سي 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 نعم ده اليوم اسمك قلبي زد تشيف زد زد بعد من قاعد شافك كيك 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 دلتي اسمه ماف نعم جافي اخر بطن دلك جافي بي كل قال يا جماعه معروف بعد زد ما نكون اوا يا بدا ايوه نكون يا بدا جميل زد كل شافه اكي اسمه ماف نعم قبل امجديري هكا انك فات بطن شغل ميديك بتان كل شغل بي عم جديدي ايوه عم جديدي ماشي ماشي شافا شالني ايوه بدا بي واي واي تك 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 اسم مالك هي شغل سي ولا ما سي نعم هي ترى اللي شي فاخر ايوه بتان قبل عم جديدي تك 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 مالك اسم ترى اخر ودينا الاخر دلت دلت بخنفر بس نعم كات كات بخنفر بس شافا كده دلت ما خنفر ديريك بس فر بيقولوا اني مربس نعم شرت كات كده ايوه قاعد كبل قال لي سوم يقولوا شيء ما نلقى نعم ها انا سالنا ربنا من ام السوم قبل رزتا ما نلقى ايوه بس شو بس شارع المواي اشر انقار اي المنقار ده سانق فوق 40 نعم قال 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 ايوه قتال رمضان نعم قالوا هو زعلان قالوا زعلان مرة ما زعلان يا سلام رمضان شيل تدمع لي نفسك رمضان شيل ترى لي نفسك ولا رزيتا قبل شيل رمضان خلي لي رزيتا قبل شيل انقري فده ما عجل ان شاء الله فباقي لنا بس دقائق عشان نختم البرنامج برنامج رقم 10 و2 اي دوزم زي برنامج رقم دوزم فلا رقم دوزم خلاص الله يخليك يا سلام ففي اطار برنامجنا رقم دوزم خلاص ايه الاخير ده بنهجه في الوتاير لان هسه حاليا في جنبنا عندنا وتاير كتار وتاير كتار يعني الفي ويت وحتى في دي في 3 في 4 الله يخليك في 6 فكرت عليك دواء
الا وتاير الواحد زمان نسيناه كسنكت. ايوه ايوه كسنكت عندك. ايوه البركه وفوق. ايوه ده ناوي الروابه. الله يخليك يشيلنا الزرابه في جنب يري شهر ده بس. نعم ابو الروابه جاي جنبه في كسنكت. كان شفت كسنكت ما هو ما في كثير البودروم الفضل ده. ايوه تمشي تلقاهم في خشم البودروم ده قاعدين تر. نعم. ما يرجوك ليا. ايوه ابو الروابه كان يجي يشيل كرسي. نعم قبال يوم ما جاي تبقوا في كار. ايوه خلاص ابو الروابه امبولو من كار بينك جاي. نعم مين اللي ماشيين دربال. ايوه وانا دربال يقول دور جيبه اللي يدور يساوي. ايوه وتير دي شوفير دي ماشي تشنار يوم كرت بتيس ما بينوس. ايوه سر. نعم يوم دي سي سر كرتا ذا اكسن كات. ايوه ودا كل جاي من هناك بكليان ملل ودا كل ملل الوايد عند وتير عند الراديو. نعم وايد كان ام بي 3 بس خاطر بينوس. ام بي 3 بس. نعم جاي ده ودك اي في الرمل دقاقه هاي يا نتر دنيا فراغا. ايوه حتى لو ميزيك وغادي يسمع حتى يديك وغادي يسمع دنيا فراغا وغادي يسمع بينوس هناك وشيكي سرق الدرب شيكي ويسيب اي يا نتر دنيا فراغا والبيناك دول خط له فنان واي اخر انا جادي. نعم اسم بيكوس اللي يرب خط بينك. يا سلام هاي امي هي امي امي غاي اسمه جاي. ايوه خلاص جاير من هناك دو كنت ما فكر له ما فكر لي يوم لم بقر بقر ده. ايوه اي 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 لان يعني كسان كذا بيناتهم بس لم لم ما خان مخلمت. ايوه بقر 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 فرد ما فرد ويد ما ويد برشوت ما برشوت تسمع رتتا لم ما لم ده. نعم او الرواب دول نص رتتا انصب في وتر هناك. ايوه البينات كان انصب في وتر. نعم او انت برجل ما يعرف شنو هاي انا روبتي انا كيكو كدرك يا ودي ودي الزبده هنا. ايوه الزبده الزبده. ايوه الا بدون شي شي بدا دوغا. نعم بجي سالك يا اخي اني انا اقول بك انا اقول لك انا بقول بك انا خشم انا وتير كسب بلين وقال انا راديتير بس افس. أيوة. انا اقول راديتير بس افس. ايوه وانا سوق كيف. نعم هسه ده خلاص ما لا خلوك بس ادري خشم وتير دور. ايوه نمشي نمشي اوين انصب هو وزير. ايوه الدايرين ماشيين هناك عليه دربالي دربالي هم يركبوا في البيش الجاي فين جمينا. ايوه والماشي فين جمينا كبر دربالي. تمام وقبلهم ويعطوك لقاي هيز بي وجيجي وجيجي هاي هاي. ما فكر فوق. أيوة. يا ابو مصر الوال هاي دربالي ام جديدي. ايوه جابوك. ايوه هذا هو. نعم اسكدال الاكسدال بوزيتيف. نعم يا تقول لي قاعد سافر بس كليان ما هو بس كيف بلا. فالمشاهدين الاكرام لان ده كذلك يعني موضوع حساس فتلقى بعض من الناس الشوفيرات يعني سي. اذا كان انت كماش ويدك ذاته كلها شيء اخر لان انت عندك ليك ناس اشرات مجنجلين وراك. مجنجلين وراك وانت ماشي واقلك بكان اخر تقول لك ميزيك او كمان عندك تليفون في ادانك فده يعني والوايدين دي وياك يشرب جي. نعم ويشرب لهم مشروبات. ايوه ويا في وتير بس قال يا ابو يدنغري عدل كي كي كي. يا سلام سبحان وتير ما عندها ما عدل ان شاء الله نصار قالوا قال كي. نعم ودينا ان 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 ادفرتاس دين سيكون. نعم نعم تبار ريستي ديم ديزا. ايوه سنتي دي توقف في طرف كلام كلام ايرر صغير. ايوه كلام ايرر صغير الى الدرتاز ما سويت انا تيده بس. أيوة. يخوت كم ساعه يا سلام. فالله يجزاكم الاكرام. انا تلك حتى فدي كمان يعني وصيه عباره عن وصيه بس. لكل المشاهدين ومشاهدات وبالذات لاشاق انا ينفاني يا سلام بدا خلاص كملت حلقه رقم 10 10 2 10 2 زي ما انت قلت خلاص دوزم. المشاهدين الكرام بقت ما سمينا القصة انت الشوفير اللي هم اثنين ده من جمينا ماشي هناك عليه دربالي وده دربالي وبعد ده خلاص كملت الهلقة رقم 10 و2. فنشكر كمان كل المشاهدين على التليجات اللي كان تابعوا معنا من مختلف الاراضي الوطنيه التشاديه. زميل الهاج توا يا سلام. ايوه يالنا يعني ده زميلي اللي اي ما يوم قاعدين نسوي البرنامج ينفني ينفك بلا جاروش. الله يخليك رقم 10 و2 دوز نمبر دوز لنا رقم 10 و3 افنقو كل للمشاهدين رجونا في الرقم 10 و3 اي يا سمونا داب نتقطرب انترفا لك نعم ترزم ابيزود ديالك هارو كله. يا سلام يا جدي يجي يجي فيلاج بس متابعة سعيدة. يا سلام باقي برامج هنا اتليك يا فني 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 يا